السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أهلا بكم أحبتي وأصدقائي الغالين في قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد، وأرحب بكم وألتقيكم مرة أخرى ومرة جديدة في هذا الفيديو لتعلم سلم مقام النهاوند. اليوم سلم مقام النهاوند راح نتعلمه، وبالمناسبة أحب أن أشكر دول وأصدقائي في دول المغرب العربي اللي اشتركوا في القناة، وأشكرهم جدا، وأشكر أصدقائي في دول الخليج لاشتراكهم في القناة، وأشترك أصدقائي أشكرهم أيضا أصدقائي في العراق، وأوجه لهم التحية وألف تحية وتقدير لاشتراكهم وإعجابهم بالقناة. اليوم أدنى مقام النهاوند، واللي راح ناخذ بعد ذلك أغنية خاصة به. وبالنسبة لمقام النهاوند اللي هو مقام رئيسي، واللي يبدي أو الذي يبدأ من درجة الدو، ومثل ما نشاهد راح نشاهد أمامكم بالصورة، هذه الصورة نشاهد بها أمامكم الأصابع وبدايتها من الدو، والطريقة كيف نضع أصابعنا، وما هي الأصابع المحددة على فينجر أو زند العود. بعد ما شاهدنا هذه الرسوم أو هذا الرسم، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى، وراح نبدأ الآن العزف وسلم مقام النهاوند اللي يبدأ من الدو، إصبع الثالث دو. بالمناسبة وياخذ سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول. بالنسبة للأكاديمي، بالنسبة للهواة، الأصابع الموجودة أمامكم اللي هي دو، إصبع ثالث، مي، فا، صول، لا، سي، دو، دو، سي، لا، صول، فا، مي. ألف ليلة وليلة، هذه الأغنية لأم كلثوم أيضا نهاوند. راح نلاحظ بالسلم كيف نسلطن على السلم، وكيف خرجت هذه الأغنية دي. شكرا أصدقائي مرة أخرى، وأتمنى منكم الاشتراك والإعجاب في قناتي، وأي استفسار موجود في صندوق الوصف، رقم الواتساب، وأيضا صفحة الفيسبوك الخاصة بي لأي استفسار خاص بتعلم العود وما يخص أسراره. شكرا لكم وتحياتي لكم زياد هادي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.